تعليقهم على زر التحكم في الإضاءة الفردية ومفتاح لمكيف الهواء وزر استدعاء أحد ملاحي الكابينة بالإضافة إلى قناع الأكسجين الفردي. عند الحاجة للأكسجين سوف يسقط القناع أمامك، شد القناع إلى أسفل ضغط على الأنف والفم مع شد الرباط المتطاطي حول رأسك، ثم تابع التنفس بطريقة عادية. الركاب المسافرون مع أولادهم المرجو منهم ارتداء أقنعتهم أولا، ثم وضع أقنعة الأطفال بعد ذلك. توجد سترة نجاة فردية داخل كيس تحت المقعد، وسيوضح الآن ملاحي الكابينة الواقف أمامكم كيفية استخدامها. البس السترة من جهة الرأس، لف الحزام حول الخصر وثبت الإبزين جيدا، ثم شد الحزام بإحكام. لنفخ السترة شد الحزام.